تعددت الوسائل والحرب واحدة في تعز. هذه المرة تأتي الحرب في شكل استهداف مباشر للبنى الحكومية وللمحاولات الحثيثة لاستعادة نفوذ الدولة ومؤسساتها ولتسهيل سبل الحياة للمواطنين. الاغتيالات الغاشمة هي إحدى هذه الوسائل، فقد اغتال مسلحون مجهولون عمار الصراري المرافق الشخصي لمدير عام مكتب الهجرة والجوازات في محافظة تعز بعد يوم واحد فقط من استئناف المكتب لنشاطه في مقره الجديد بالباب الكبير عقب توقف اضطراري ولدواعي أمنية، وذلك بعد أيام من افتتاح المكتب وبدئه بإصدار الوثائق للمواطنين. رسالة قرأها المراقبون في سياق استهداف هذه الخطوة المهمة التي تعيد الدولة ومؤسساتها إلى قلب المدينة والمحافظة. عملية الاغتيال هذه جاءت بعد أيام قليلة من فشل محاولة استهدفت اغتيال الناشط المدني الحقوقي إبراهيم الجبري على نحو يثير اهتمام المراقبين الذين يرون هذه الاغتيالات تترصد لكل الذين يعملون من أجل إعادة الحياة وتطبيعها في مدينة أنهكتها الحرب لأكثر من عامين ونصف. فيما تعرضت القرى السكنية بمديرية الصلو إلى الجنوب من محافظة تعز لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل الميليشيا الانقلابية المتمركزة في دمنة خدير وأطراف المديرية، ما تسبب في أضرار بالغة في المنازل بقرية القحفة الواقعة في أطراف منطقة القابلة بمديرية الصلو. اغتيالات وقصف هي الضريبة التي يتعين على تعز أن تقدمها على مذبح الحرية والانعتاق وعلى درب استعادة الدولة والجمهورية.